خلينا نروح لمقال آخر ومهم جدا أيضا من خلال جريدة الأخبار، وخاص بالأستاذ إبراهيم المنيسي مدير تحرير الأخبار، واللي يمكن قال أو عنوان المقال بالتحديد ديمقراطية الخطيب، واتكلم فيه عن ديمقراطية الكابتن محمود الخطيب في عرض مشروع لائحة النظام الأساسي لأعضاء وجمهور النادي الأهلي للنقاش، وقال لو دي مش ديمقراطية فماذا تكون. يا أستاذ إبراهيم مساء الفل على حضرتك. اهلا بيك يا امير، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك يا امير وموفق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك. لو مش دي الديمقراطيه هتكون ايه؟ هتكون واحده من اهم التجارب في الحياه الرياضيه الحقيقه، لانه من صدور القانون سنه 71 لسنه 2017 بقت كل الانديه مطالبه ان هي تحط لائحه النظام الخاصه بيها بالظبط وتعتمدها من اللجنه الاولمبيه ويكون ده دستورها، والاهلي ما كانش تمكن انه يعمل هذه الخطوه في المجلس السابق لاسباب كثيره. واطلع المجلس الحالي بانه يحط دستور للاهلي. هذه الديمقراطيه انا يمكن اطلقت عليها ديمقراطيه الخطيب، وهي الخطيب كرمز للمجلس لانه هو رئيس مجلس الاداره. اكيد. لكن كمان مجلس الاداره ككل، كون ان الاهلي يقدم على هذه الخطوه بهذا الإثراء للحركة الرياضية ده نموذج الحقيقة لازم يكون واضح قدام الجميع. مش بس علشان أعضاء النادي الأهلي، لا، لأنه كمان الأندية الرياضية أو الحياة الرياضية كلها ربما كانت واحدة من أهم مكونات المجتمع المدني في الممارسة الديمقراطية. إزاي تقدر تمارس حياة ديمقراطية سليمة جدا مكتملة جدا وتأهل الشباب من خلالها، وحتى تعود الأعضاء أولا إزاي يكونوا إيجابيين. أنت العضو هو اللي بيحط دستوره بنفسه بالظبط. مجلس الإدارة شكل لجنة، اللجنة وضعت مشروع لهذا الدستور وعرضته للحوار المجتمعي، وده تفعيل لكلمة الحوار المجتمعي في أفضل حالاته. أكيد. أنت عملت ورش عمل لكل الفئات المتخصصة من أعضاء النادي، الفئات العمرية والفئات المهنية. يعني لما تقول لي في ورشة اقتصادية رأسها الدكتور فاروق العودة، لما تقول لي في ورشة للمرأة، ورشة للشباب، ورش للرياضيين، للشخصيات العامة، للفنانين، للصحفيين، كل ورشة من دول، حتى لنجوم الكرة وللرياضيين عامة، كل ورشة من دول نقشت اللائحة بشكل عام ووقفت عند النقاط اللي خاصة بها أو المواد اللي خاصة بها في اللائحة. كان المهم جدا في هذه التجربة الديمقراطية لو ركزنا تحديدا على الكابتن محمود الخطيب ان انت في صدد رئيس نادي يضع في اللائحه العديد من المواد اللي ربما تغل ايده هو كرئيس نادي تكون في صالحه. يعني انت بالضبط. اولا هو اقدم على فكره الثمان سنوات ان كل رئيس نادي كفايه عليه دورتين، وقال ان انا مقتنع بده وطلب من الناس انها تلتزم بده، وحدد سن لرئيس النادي فوق وتحت ما يقلش عن 40 وما يعديش ال 70 ضمانا للخبره طبعا والنضج وايضا للقدره البدنيه على العطاء. اكيد. لكن في نفس الوقت اللجنه المركزيه لما حطت ضوابط قالت انه اي مواد هيتم الاجماع عليها بنسبه كبيره من قبل الاعضاء في هذا الحوار المجتمعي سواء من خلال الورش او من خلال الايميل اللي هيستقبل مقترحات الاعضاء هيتم تعديلها. فكان الناس كلها رافضه فكره الثمان سنين لانه الاهلي اكتوى من نار هذه الماده التي خصصت في وقت من الاوقات خصيصا للنادي الاهلي. فبالتالي كان الاقبال على رفض هذه الماده واطلاق الحق للجمعيه العموميه في ان هي اختيار رئيس لاي فتره او اختيار المجلس لاي فتره تراها ما دام انت بتضمن الاليات الديمقراطيه الكامله. فدي ديمقراطية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كمان اتجه في هذه اللائحة أمير لتعظيم دور الجمعية العمومية. اللائحة دي لما هتطلع كان في مقترح إنه مين اللي يقبل يعدل عليها بعد كده إذا حد ما عجبوش مادة أو أي بند من بنودها. كان المقترح إنه لو ما اكتملتش الجمعية العمومية غير العادية مجلس الإدارة يعدل اللي هو عايزه. لا، تم تعديل ده خالص وتم الاكتفاء بحق الجمعيه العموميه. مفيش حاجه هتمثل داخل هذه اللائحه بموادها الا بمعرفه الجمعيه العموميه. مفيش شركه مساهمه هتتعمل للنادي الاهلي تبيع كور، تبيع شرطات، تبيع فانيلات زي ما كان مطلق قبل كده او هتدير نشاط كره القدم
إلا من خلال الجمعية العمومية. بالظبط. فأنت عظمت دور الجمعية العمومية في أعلى درجاته. أكيد. في الأفكار الاستثمارية والاقتصادية، في حتى النواحي التعديلية والإجرائية داخل اللائحة، في كل ما يتعلق بحقوق النادي عظمت دور الجمعية العمومية، وحفظت حق المرأة وحفظت حق الشباب، واديت حقوق اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة. فهذه الممارسة إنك أنت تقدر تطرح مشروع وتستفتي عليه الأعضاء من خلال حوار مجتمعي، ثم تعدل بناء على هذه الاقتراحات، وتاخد المشروع كله وتروح به اللجنة الأولمبية في رقابة سابقة مهمة جدا. أنا ما سعدنيش كعضو للنادي إن بعد ما الجمعية تجتمع وتكتمل بالظبط تيجي اللجنة الأولمبية تعترض على بند ما ترجعها لك. فكأنك يا أبو زيد ما غزيت عليك بالزبط. إن أنت تبدأ من الصفر واللي أنت مشيته ده كله ملوش لازمة، ده كان هيبقى مسيء لحق النادي الأهلي. فشيء مسؤول جدا إن يبقى في تنسيق مسبق. أنا هعرض عليك المشروع، قول لي ملاحظاتك إيه ونتناقش. بالظبط. حصلت جلسة في اللجنة الأولمبية وجلسة في النادي من خلال هذه المناقشة، وتم الاستقرار على إنه بلاش تمييز للمرأة. بلاش تقول لي إنه السن معين للرئيس، لأنه في النهاية الميثاق الأولمبي بيرفض كل أشكال التمييز. عشان تستقر في النهاية أمير عند نموذج مثالي واضح جدا وصريح ومعلوش أي تحفظات لا قانونية ولا أي تصادمات، لا مع الدستور ولا مع القانون ولا مع الميثاق الأولمبي. بالظبط. فبالتالي أصبح نموذج متكامل يعرض الليلة على مجلس الإدارة لاعتماده، ثم تبدأ المرحلة الأهم والمسؤولية على كل واحد أهلاوي بالذات أعضاء النادي يوم 28 على الجميع، لانه خد بالك المطلوب القانوني 12000 ونص. طبعا 12000 ونص ده رقم مش كبير. قليل كبير طبعا رقم جدا رقم كبير. وكويس انه مش هتحط دستور الا بهذا العدد الكبير. دي مسؤوليه كل عضو في النادي. انت شاركت في هذه اللائحه بشكل او باخر، عرفت المواد اللي فيها، مسؤوليتك الحقيقيه تجاه النادي الاهلي ان انت تيجي تقول رايك في اللائحه، تعتمدها او ترفضها، لكن في النهايه الجمعيه تكتمل. ده المسؤولية اللي جاية إن شاء الله. طبعا، وده أكيد شيء منتظر من أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، وخصوصا يا أستاذ إبراهيم بعد التفاعل الكبير اللي شفناه من أعضاء الجمعية العمومية. هو في الحقيقة التفاعل ما كانش من الأعضاء بس، كمان كان من جمهور النادي الأهلي من خلال البريد الإلكتروني، وده كان شيء مهم ومميز وفكرة كويسة جدا من قبل مجلس الإدارة ما حدش كان يتوقعها بصراحة. والأمر الثاني اللي كان مهم أيضا وهو خاص بإرسال مشروع اللائحة لكبار الإعلاميين وكبار الصحفيين وأيضا الشخصيات العامة، علشان أيضا يشوفوا من وجهة نظرهم أهم البنود اللي ممكن يكونوا عايزين يحذفوها أو يضيفوها من خلال مشروع اللائحة. يعني أعتقد كان شيء كامل من كل الجوانب علشان النادي الأهلي إن شاء الله يخرج بلائحة مناسبة جدا للنادي الأهلي في الفترات الكبيرة المقبلة. يا أستاذ إبراهيم إن شاء الله يا أمير، وكل التوفيق بإذن الله للجمعية العمومية. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم المنيسي مدير تحرير الأخبار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة إفريقيا بين العملاق النادي الأهلي المصري.